في الفيديو ده هنشرح تصنيفات المستلزمات الطبية او الميديكال ديفايس كلاسيفيكيشن. ما تنساش تدخل على صفحتنا على الفيسبوك وتدعمنا بلايك. اما اليوتيوب ابحث عن BDRTC ودوس سبسكرايب للقناة وفعل الجرس, وعلشان توصلك كل الاخبار على موبايلك ادخل على التليجرام اكتب BDRTC ودوس جوين. بنقسم المستلزمات الطبية حسب درجة تعقيمها أو خطورتها أو عما إذا كانت يتم زرعها داخل جسم الإنسان أم لا إلى 4 classes. وكل ما يزيد الرقم التصنيفي للمستلزم الطبي ده تعرف إن المستلزم الطبي ده أهميته بتزيد وخطورته بتزيد ودرجة تعقيمه بتزيد. الكلاس الأولاني بنسميه class 1A, وده في منه معقم وفي منه غير معقم. الكلاس الثاني class 2B, وابتداء من class 2B وحضرتك طالع كل دول بيبقوا معقمين. اما الكلاس الثالث بنسميه كلاس 3, ودي بينطلب لها شهاده الديزاين اكزامينيشن او الدي اي. اما الكلاس رقم 4 فده بيكون للحاجات اللي بيتم زرعها داخل الجسم وبرده بينطلب لها شهاده الدي اي.